جوزك الدكتور نادر المحترم يقبض المصاري ويعطينا بدالهم أدوية ولقاحات فاسدة. هذا غير تجارة الأعضاء. لك سرقوا العيون من وجوه العالم. بتعرفي جوزك ودكاترة الرحمة اللي معه كم ولد صغير برقبتهم وكم عيلة قتلوا؟ مشان يضبوا شوية مصاري بجيبتهم؟ مشان يرجع جوزك ويدفي ابنه بحضنه؟ ولا كأنه صاير شيء. ولا كأنه كان سبب بفجعة أم بابنه يومها. هذا جوزك. قليلي هلا. بيستاهل الموت ولا لا؟ أنت واحد مجرم وحيوان. وما بتستاهل إلا تموت مثل اللي قتلوا. أكيد مجرم وحيوان. أنت لما بتشوفي كل هالموت حواليكي بتعرفي مين وراه؟ ما بتقدري إلا تصيري مثله مجرمة. ما بيبقى إلا الحيوان اللي طلعوه. هي وافقت على خطفه. وبالأول وافقت على تصفية الدكاترة اللي كانوا متورطين معه. اللي وقفوا وقتلوا زوجك بإيديهم. نفس الإيدين دفن أولادهم اللي كان جوزك وغيره ورا موتهم. شو كان بدك مني؟ لك مو قتلتوه عاقبتوه؟ شو بدك مني؟ الذنب. ما قدرت كفي الطريق والذنب عم ينهش فيني. صار وجه جوزك يتشعبط على حيطان الغرفة اللي عم نام فيها. لما قرروا يقتلوه صارت اللحظة جد قبال مني. انقصفوا ركبي من الرعبة. ترجيتهم ما يقتلوه. صريخ اللالا اللي بتسمعيه بالفيديو كان صريخي. حسيت وقتها انه لازم نتراجع عن كل شيء عم نساوي. ما حدا رد عليه. قتلوه. نفس اليوم حكت معي سبا المساء. ولقيتني حامل رامي بين ايدي وراسه غفيان على كتفي. حطيته على تختي ليكفي نومته. الذنب صار ياكلني.